بفضل الله ثم تبرعاتكم بعد ما انتوا بنيتوا مستشفى شفاء الأمان. مريض السرطان في الصعيد دلوقتي مش محتاج يسافر عشان يجي يتعالج في القاهرة. شفتوا تبرعاتكم وفلوسكم عملت ايه؟ كملوا معانا المرحلة التانية علشان نخفف عنهم بإذن الله. اتبرع واتصل ب 19455 يصلك مندوبنا لحد باب البيت. مستشفى شفاء الأمان، صعيد بلا سرطان إن شاء الله.